عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبألف صحة وهنا ان شاء الله. ومعانا النهاردة خبر جديد، وخبر عن محمد عطية. مش عارفين هو رجع ساب ميرنا الهلباوي تاني ولا ايه، شكلهم هم مش مع بعض خالص. المهم ان هو سافر لحفلة في بيروت وكان عمال يرقص مع البنات، واخر انسجام وفي ايده طبعا الكوباية او الكاس اللي هو بيشربه، وعمال يرقص اخر انسجام وهاري نفسه رقص. وطبعا هو كان على علاقة حب كبيرة ما بينه ما بين ميرنا الهلباوي، وبعد كده رجعوا سابوا بعض ولغوا المتابعة بتاعت، يعني ده لغى متابعة ده وده لغى متابعة ده على الانستجرام، ومسحوا صور بعض وحذفوها. وبعد كده رجعوا تاني لبعض وقالوا ان هم ما يقدروش يستغنوا عن بعض، وان هو بيحبها وهي بتحبه، ومش هينفع ابدا يسيبوا بعض. ورجعوا لبعض تاني وظهروا مع بعض في حفلة هما الاتنين واخواتها كمان، ورجعوا تاني ما بقوش يظهروا مع بعض تاني. احنا بصراحة مش عارفين ايه الحكاية. حاليا هو سافر بيروت وحضر حفلة واخر انسجام ورقص ونازل رقص وفاتح القميص كده، زرار القميص زي ما حضراتكم شايفين. بصراحة يعني منظر مش لطيف ابدا، ولكن كل واحد حر في حياته. لكن احنا دايما بنحب نقول لكم كل الاخبار الحديثة، تابعونا دايما هتلاقوا عندنا كل جديد، وكل الاخبار الجديدة هتلاقوا هنا عندنا وبس هنا، واخبار صادقة زي ما هي بالظبط. ونشوفكم على خير في خبر جديد وفيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازم دايما يبقى عندنا يعني تفاؤل وامل كبير وطاقة ايجابية عشان نقدر نكمل حياتنا. سلام عليكم، نشوفكم على خير المرة الجاية.